عليكم. اولا كنبغي نتوجه لكازا بريس بالشكر الخاص لان تحت لينا هذه الفرصه الحميده باش نوجه لكم هذا الميساج. ربما الميساج على شكل انه جاي واحد الاغنيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ربما هي في اللحظات الاخيره ديالها باش توصل بين يديكم. اغنيه كتحدث على ربما موضوع الساعه اللي هو الغربه، خصوصا الشباب اللي كيحاولوا باش يتاجروا للديار الاوروبيه. الموضوع كتشاركوا حنا اربعه ديال الناس، معنا الفنان جوزيف ومعنا كذلك واحد الرابور، واحد الرابور امريكيه لظروف خاصه ما حاضرش معنا اليوم في التسجيل. الموضوع باختصار الاخ جوزيف تيقول انا بغيت وحده قاوريه اللي نمشي لبرا وندير مع لافونير، وانا كنقول لا، ما كاينش محسن من بنت بلادي. ربما الميساج راه واضح وما كاين محسن من بلادنا، وان شاء الله الامور كلشي بخير وعلى خير. في نفس الوقت نوجه تحيه خاصه للارونجور والتكنيسيان سي محمد بيصاد، ربما بدل معنا مجهود كبير في هذا العمل هذا، كنشكره من هذا المنبر وكنشد ليه على ايدي ديالو وكنقول ليه شكرا جزيلا. وباش ما نطولش عليكم نخلي لكم كلمه مع الفنان جوزيف، تفضل. السلام عليكم، نتمنى هاد لاشونسون تنال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله هاد لاشونسون كانت بستيل جديد وتوزيع جديد وفكره جديده، ونتمنى تكونوا فهمتوا الميساج. الشاب صاري راه وصل لكم الميساج بسهوله. Who don't give up? Get on the floor, girl. I got what you want. We got the ice on it.